ترأس البطريرك الراعي قداسا إلهيا في دير مار يوحنا مارون البطريركي في بلدة كفر حي في البترون مستشفى عن إياه من أجل المسؤولين في لبنان والشعب اللبناني لكي يعملوا معا على حماية البلاد. من دير مار يوحنا مارون في كفر حي حيث استقبله حشد كبير من المؤمنين، شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن مار يوحنا مارون هو الذي أسس القومية المارونية التي جعلت من الموارنة أمة، أي شعبا ذا سيادة في جبل لبنان، وقاد إلى إنشاء لبنان الكبير المستقل على يد البطريرك الكبير ليسل حويك الراعي. وفي مناسبة عيد مار يوحنا مارون ترأس قداسا إلهيا في حضور الوزير ناظم الخوري ممثلا رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، إضافة إلى فعاليات المنطقة. إننا نستشفع اليوم أبانا القديس يوحنا مارون من أجل المسؤولين في لبنان ومن أجل الشعب اللبناني لكي يعملوا معا بغيرة القديس يوحنا مارون والبطريرك الياس الحويك على حماية لبنان، فيظل مشرقا بثقافته وحضارته ونموذجيته ودعوته التاريخية في الأسرتين العربية والدولية. وعن استقالة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر قال الراعي إنه ترك لنا مثالا عظيما في الإيمان، ونصلي معه من أجل الكنيسة ليرسل إليها المسيح الرب راعيا حسب قلبه يقود سفينتها على هادي روح القدس لخلاص كل إنسان.